سلام من الله عليكم متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناة سؤال. في هذا التحدي عدد إجاباتك الصحيحة ستكشف أنك عبقري، وفي نهاية الفيديو اترك نتيجتك في التعليقات. هل تستطيع معرفة اسم الحيوان من خلال الصورة؟ تحدي مسلي وممتع، إذا تمكنت من حله فأنت عبقري حقا. أتحداك أن تصل للمرحلة الأخيرة بدون أخطاء. السؤال الأول، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي نورس. السؤال الثاني، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي التمساح. السؤال الثالث، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي باندا. السؤال الرابع، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي الراكون. السؤال الخامس، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي حرباء. السؤال السادس، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي أسد. السؤال السابع، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي كلب. السؤال الثامن، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي جاموس. السؤال التاسع، خمن هذا الحيوان. الإجابة الصحيحة هي غراب. السؤال العاشر، خمن هذا الحيوان.
الإجابة الصحيحة هي خنزير. السؤال 11، كم من هذا الحيوان؟ الإجابة الصحيحة هي عنكبوت. السؤال 12، كم من هذا الحيوان؟ الإجابة الصحيحة هي دبور. السؤال 13، كم من هذا الحيوان؟ الإجابة الصحيحة هي فراشة. السؤال 14، كم من هذا الحيوان؟ الإجابة الصحيحة هي حمامة. السؤال 15، كم من هذا الحيوان؟ الإجابة الصحيحة هي حمار وحشي. كم إجابة صحيحة كانت لديك؟ اكتب العدد في التعليقات، ولمشاهدة التحديات القادمة اشترك في القناة وفعل الجرس.